وارتفعت كذلك الأرباح الصافية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو في عام 2023 بنسبة قاربت 37% لتصل إلى 1,670,000,000 درهم، وذلك نتيجة للطلب المستمر على خدمات الهاتف المتحرك، إلى جانب النمو القوي الذي شهدته خدمات الدفع الآجل وخدمات الهاتف الثابت. وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً بنحو 7% إلى 13,640,000,000 درهم بنهاية عام 2023، وهو أعلى مستوى في تاريخها.